لجرد الماء. عسل الصيف عشان الحته حار، العسل، الملح، للعلف في الشتاء. ما اقدرش ادي علف عليه ملح في الصيف، ممكن فرخه تشرب وتموت. قصة أم شهد أشهر بائعة فراخ في الشرقية. أنا قصتي إن أنا واحدة مطلقة، قصتي إن أنا ولا إلي قبض ولا إلي أي دخل إلا هو نجمة عيش. الست دي بتشرب الفراخ بيبسي ومية معدنية، وبعد أي وجبة بتأكلهم عسل علشان يبقوا مبسوطين، وبتهتم بيهم وبتروق عليهم كأنهم عيالها بالظبط. يا ترى إيه قصة الست دي وليه قررت تشتغل في المجال ده بالذات؟ أنا ست طالعة أشتغل، لازم الناس تحاربني، لازم الناس تتكلم في سمعتي، لازم أقرب الناس اللي يأذوني. أنا معرضة لكل شيء، وما دام أنا طلعت واشتغلت واستحملت المسؤولية لازم اتحمل. أم شهد أصبحت حديث السوشيال ميديا، وكل الناس بقت تعرفها، والناس بتروح لها مخصوص علشان تشتري من عندها. وكل اللي جاب فراخ من المحل ده قال إن الفراخ طعمها مختلف عن أي فراخ من محل تاني. لا أنا بدخل شغلي وبلاقي الحلال، مش مسمي كلام حد. الست دي حكت قصتها من خلال تصريحاتها لموقع بصراحة، وقالت إنها بدأت في مجال بيع الطيور من سنوات بعد زواجها، ولكن للأسف انفصلت عن زوجها، ومن هنا قررت أم شهد تعتمد على نفسها وتوفر لأولادها حياة كريمة من غير ما تمد إيديها لحد. أنا دي لقمة عيش، وكلتني عيش أنا وعيالي. ربنا يرزقك يا رب، يا ربنا يرزقك يا رب. قولي لي بقى، يعني أنت مدلعة الفراخ؟ مدلعاها والله، بكلمك أحلى دلع ما شاء الله. بصي وأنا كده والله. أم شهد قالت إن قسوة الناس عليها كانت سر من أسرار نجاحها، ورغم إن في ناس كتير انتقدوها وحسدوها على النجاح ده، لكن هي أثبتت للكل إن مفيش حاجة مستحيلة. وحكت أم شهد عن تفاصيل يومها، وقالت إنها كل يوم بتبدأ شغل مع شروق الشمس، ورغم الصعاب اللي بتمر بيها، لكن مع بداية كل يوم بتعتبر اليوم ده تحدي جديد للمرأة الحديدية التي لا تقهر. إحنا حريم متطلقين، متجوزين مش متجوزين، ما حدش رحمنا. فاحنا لا يرحمنا حاجة واحدة، عملنا والجنيه، الجنيه دي اللي هيطلعنا من التهلكة اللي احنا فيها. ولا نفسي اتمنى رسالته توصل لأي حد، نفسي مش لحد شكي حد بشيك بدون جنيه كده يطلعوا الناس. عايزين نساعد بعضينا كده. الست دي قالت إنها بتشتغل في تربية وبيع الدواجن من 17 سنة، واتكلمت عن الفراخ وقالت إنها لازم تتعامل معاهم كأنهم بني آدمين علشان ما تخسرش زباينها ولا رأس مالها. وكشفت عن مفاجأة غير متوقعة، وقالت إنها فعلاً بتحط للفراخ عصير وبيبسي وعسل أسود في الأكل علشان تغذيهم كويس، وعلشان تزود من وزنهم وتفتح نفسهم. والغريب بقى إن الفراخ بتاكل الحاجات دي وبتبقى فرحانة بيها كأنهم ناس زينا. الست دي أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت، وكل الناس بقت بتتسابق علشان تروح تشتري منها. إيه رأيكم في قصة الست دي؟ شاركونا بالرأي.